السلام عليكم. هل الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي للالعاب، ولا ممكن نستخدمهم في كل حاجه؟ يعني ممكن نستخدمهم مثلا في الرعايه الصحيه، ممكن نستخدمهم في مجال الكونستراكشن. طيب خلينا نشوف الفيديو الجميل دوت. مثلا حد اغمى عليه وفي مثلا عده ادوات وانا مش عارف استخدم ازاي، فمجرد ان انا البس النظاره بيبدا بقى يقول لي الخطوات اللي هتاخدها هتبقى عامله ازاي. تمام، بيبدا يكتب لي المعلومات الارشاديه وبيقول مثلا ان المكنه دي عشان تشغلها شيل ديت، بيشرح لي احط الحاجه فين. انا بفضل لابس نظاره ببقى شايف الحاجات ديت، فحتى لو حد مش متخصص او مجربش الادوات ديت بسهوله جدا يقدر ان هو يعرف يستخدمها ازاي. بيقول بقى ايه تعمل اللي هو التنفس الصناعي دوت، بيديك تحذيرات لو لها حركة مثلا أسرع من اللازم، بيبدأ يديله إرشادات لأقرب مكان يقدر إن هو يوصل بيه للمريض، ويقدر يعمل له سكان من خلال النظارة اللي هو لابسها ويبدأ إن هو يشوف. فنفس الكلمة دي برضو نفس الكلام ده هنلاقيه برضو متطبق في الموقع في الكونستراكشن.